ورح نحكي عن مرض السكري. كلنا بنعرف انه هو من الامراض المزمنه والخطيره والمنتشره بشكل كبير على اختلاف المراحل العمريه ولاسباب كثيره، وربما نحن المتعارف عليها الوراثيه. اليوم في عندنا انواع عديده للسكري ان كان نوع اول او ثاني، ولكن دائما بنقول انه هذا المرض بحاجه لمراقبه دقيقه اليوم كرمال ما يصير اي مضاعفات رشا، وهذا اللي رح نحكي عنه اليوم. اكيد هادي صح قلتي انه هو مرض محرج لصاحبه، وممكن يكون مزمن ويدمر اعضاء الجسم، ولكن في حال كان في مراقبه من الشخص لحالته لضبط السكر الدم في الجسم فهو رح يقطع معه ورح يقدر يتاقلم. اليوم شو هي اهم الاختلاطات اذا تم اهمال المريض لحالته الصحيه؟ ايضا رح نضوي على موضوع القدم السكري، طريقه العلاج وقائيا نحن كيف قادرين ما نصل لهي المرحله. هدول المعلومات وغيرهم اكيد اللي بهموا ناس كثير، وخاصه نحن عندنا نسبه انتشار هذا المرض بسوريا جدا كبيره، اكيد بهم اشخاص كثير كبيره، وحجاوبنا عليها ضيفنا لليوم وهو الدكتور بلال حماد اختصاصي غدد صماء وسكري، وحضرته رئيس الجمعيه السوريه لرعايه السكريين، وايضا رئيس الرابطه السوريه للقدم السكريه. صباح الخير حكيم. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم جميعا. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا فيك دكتور. ذكرنا انه هذا المرض منتشر بشكل كثير كبير اليوم، خلينا نخبر المشاهدين بدايه نحن شو بنقصد بمرض السكري وشو هي انواعه؟ هلا السكري هو ارتفاع سكر الدم، يعني هو اهم شيء موجود بالسكر هو ارتفاع سكر الدم المزمن. مثل ما تفضلتي المرض بانتشار مستمر، يعني اذا جبنا الاحصائيات اللي بتقول على نسبه انتشار السكري في سوريا قبل 15 او 20 سنه عن هلا بنلاقي في ارتفاع بنسبه الانتشار. هذا الارتفاع مو بس عنا، هذا الارتفاع عالمي، يعني نسبه السكري عم ترتفع عالميا، كل البلدان اللي حوالينا او كل بلدان العالم عم تعاني من ارتفاع نسبه السكر. وبالتالي نحن مستقبلا كل ما مرض السكري عم يزيد اعداده. والسكري هو مرض مزمن، يعني بيتعايش مع الانسان بتفاصيل حياته، بكل انماط الحياه تبعه، بالاكل وبالشرب وبالمشوار وبالروحه وبالشغل وبكل حياته بيتدخل في مرض السكري. والسكري اذا ما بينضبط بشكل عبء اقتصادي كثير كبير، يعني السكري اللي مو مضبوط بشكل جيد سيؤدي الى اختلاطات السكري. اختلاطات السكري كثير كثيره، اهمها هي الاختلاطات الوعائيه اللي نحن بنسميها اختلاطات الاوعيه، يلي هي الاصابه العينيه واصابه القدم السكريه والاصابه القلبيه وارتفاع الضغط اللي بيرافق عاده السكري، الاصابه العصبيه. هي الاصابات بتاثر على حياه مريض السكري وبتجعل المريض فعلا هو عائق بالمجتمع، عائق لنفسه، هو بيخسر نفسه، بيخسر الانتاجيه تبعه، وبنفس الوقت هو بحاجه بيصير ليتفرغ فرد من افراد الاسره لرعايه هذا المريض، وبشكل عبء اقتصادي كبير لانه علاجات السكري مختلفه، باهظه الثمن، اختلاطاته كثير مكلفه، اختلاطات السكري كثير مكلفه. فضبط السكر هو الاساس. نعم. في التعامل مع مرض السكر. وهي مثل ما قلنا دكتور، يعني بيقدر الشخص يتعايش بشكل طبيعي مع هذا المرض مع شويه تحذيرات وتحذيرات وقائيه، ولكن اليوم الشخص كيف بيعرف انه مصاب بمرض السكري؟ شو هي الاعراض اللي بتظهر عليه؟ الاعراض المبدئيه هي ما بتخبي حالها، نحن في عندنا نوعين من السكر. النمط الاول اللي بيصير الشباب والاطفال، والنمط الثاني اللي بيصيب الكهول. النمط الاول اللي بيصيب الاطفال والشباب عاده ما بيخبي حاله ابدا. الاعراض تظهر خلال اسبوع 10 ايام، بحس انه الطفل او الشاب صار يبول كثير، يشرب مي كثير، التعب والوهن، صار ما عنده قدره على المشي، ما عنده قدره على الحركه، بينقص وزنه بشكل كبير، خلال اسبوع مباشره ممكن ينزل 4 أو 5 كيلو. هالنقص الوزن والتعب والشرب المي والتبوال الشديد بشير للمرضى، لازم ينبه المريض. هذا النوع الاول، هذا النوع الاول من لازم الى العمر دكتور. هلا هذا عاده من الولاده ممكن يكون اسمه نمط اول الى حوالي عمر 30 سنه، ولكن مو شرط، يعني احنا ممكن نشوف نمط اول او سير المرض الاول النمط الاول عند اي عمر ممكن، يعني احنا بس، ولكن اكثر شيوعا هو بهذه الاعمار. النمط الثاني هو الكهلي. الكهلي اللي هو بيصيب فوق ال 35 سنه او 30 سنه بيكون سببه عاده الوراثي، بالنمط الاول ما في عندي سبب وراثي. النمط الثاني هو اللي بيكون سببه وراثي وسببه العلاقه مع المجتمع،
يعني سببه البدانة، سببه الستريس، سببه التعصيب المستمر، بشكل أو بآخر بتزيد استهلاك الأنسولين بالجسم. الأنسولين هو المسؤول عن إحداث الداء السكري، بصير في عندي ما يدعى بمقاومة الأنسولين، بصير إفراز زائد للأنسولين، ورغم هالشيء الجسم ما بيستفاد من هذا الأنسولين المفرز، وبالتالي يبلش عنا ارتفاع لسكر الدم. ارتفاع سكر الدم المزمن هو اللي يسبب الاختلاطات. هلا الأعراض للنمط الثاني هي اللي نحن منأكد عليها، إنه أعراض النمط الثاني قد لا تكون واضحة. نعم. يعني تظهر بالتدريج، الإنسان ما بيحس فيها، بيكون بينام طول الليل ما بيفيق، بصير بيفيق مرة واحدة بعدين بصير بيفيق مرتين، بيحس بهالتعب وهالوهن، بحس حاله عطشان دائما، تمه ناشف، بيقول لك لساني مثل الحطبة، ما لي قدران يعني اتعامل مع المحيط، تعبان كثير. هذا ممكن هاي الأعراض تكون المنبئة لداء السكري. المشكلة انه كثير من المرضى بيجوا بعد ما بيكون ارتفع السكر عندهم لفترات طويلة وبلشوا يعملوا اختلاطات المرض لحتى نكتشف عندهم انه والله عنده مرض سكري. يعني بيفوت مثلا على مشفى بيعمل تخطيط قلب، بيشوف نقص تربية قلبية، بيحلل سكر، بيلاقوا انه هذا معه سكري وصار له زمان معه سكري. بيتعرض لقدم سكرية، لقرحات القدم، بيتعرض لإصابة كلوية، بيكتشفوا عنده وقته انه هو مصاب السكري. تمام دكتور، خبرتنا انه اليوم في عندنا نمطين للسكري، نوع اول وثاني. في حال اليوم المريض اهمل هي الاعراض او هي الانماط، شو ممكن يصير معه؟ مضاعفات جانبيه او اثار جانبيه؟ وذكرت حضرتك نقطه القدم السكريه، نسمع انه هي من الاختلاطات اللي ممكن تظهر نتيجه السكري، خبرنا اكثر عن هذا. بالضبط، ارتفاع سكر الدم المزمن. نحن المشكله بالسكري هي الارتفاع المزمن بسكر الدم. وجود السكر دائما ضمن الأوعية الدموية وليس مخزن في الجسم. الأنسولين عادة بيخزن السكر اللي بناخده، بيستعمل جزء منه، بيخزن الباقي للاستعمال في حالات الصيام. وقت بيكون ما في عندي أنسولين كافي بيرتفع سكر الدم، وبيكون السكر دائما موجود ضمن لمعة الأوعية الدموية. هذا بيؤدي لتبدلات مزمنة في الأوعية الدموية الدقيقة والكبيرة. حتى التبدلات المزمنة بتؤدي لاختلاطات السكري. يعني التبدل المزمن بارتفاع سكر الدم المزمن والحالة الالتهابية للأوعية المزمنة اللي بصير بتؤدي لتضيق الأوعية ونقص التروية. نقص التروية هذا عادة وين منلاقيه؟ بيكون في عندي اختلاطات سكري. يعني وقت بيكون في عندي نقص تروية بالقلب بصير في عندي اختلاطات قلبية، وقت بيكون في عندي نقص تروية بالكلية بصير في اختلاطات كلوية، وقت بيكون في عندي نقص تروية على الأعصاب أو خلق ارتفاع سكر مزمن على حوالي العصب أو نقص تروية بالعصب بيؤدي لاعتلال ما نسميه نحن باعتلال الأعصاب السكري. والمشكلة اعتلال الأعصاب السكري هو من أخطر الاختلاطات اللي ممكن تصيب المريض. هو ببلش فجأة يعني بشكل خلسي، ما بيحس المريض بارتفاع سكر مزمن، بيحس أحيانا أنه في حماوة برجليه، في خدر نمل بالرجلين، في تعب أثناء المشي. هذا الخدر والنمل بينتهي بالأخير لاختلاط مهم جدا اللي هو القدم السكرية. منين بتنشأ القدم السكرية؟ بتنشأ القدم السكرية عادة من اعتلال الأعصاب السكري. هذا المريض شوي شوي ببلش يفقد الإحساس برجليه، يفقد حس الحرارة، يفقد حس الألم، يفقد حس الوخز. الشعور بالوخز المزمن يلي بيتعرض له هذا الإنسان بيصير ما يعود يميز بين أنه أنا غزيت بدبوس ولا أنا عندي خدر ونمل برجلي. هذول المرضى عادة بيتعرضوا لردود وهن ماشيين برجلي بالطريق. هن ماشيين بشكل عام، ممكن يكون حذاء ضيق، ممكن يطرق بالطاولة، ممكن يطرق يفوت في جسم أجنبي، ممكن أي شيء معين يؤدي لرد على هذه القدم. هذا الرد ما بيحس فيه المريض، يعني المشكلة أنه هو ما بيحس بالرد تبعه، فبيبقى الرد هذا يوم ويومين وثلاثة، بتلتهب القدم لحتى يبلش هذا الإنسان يحس أنه أنا عندي مشكلة بالقدم. أحياناً بيصير في رد وبينتبه له، ولكن عدم وجود الألم المرافق للرد عادة ما بيدفع المريض لأنه يراجع الطبيب. فما في ألم، هو ما له متوجع، هو مجروح جرح برجله، وهذا الجرح بيلتهب بيقيح بيأثر على القدم، هو لسه ما عنده ارتكاز لهذا الجرح لأنه هو ما عنده أعصاب فعالة، ما عنده حس الألم الموجود عند الإنسان الطبيعي. ف
فبيتطور الموضوع لإحداث القدم السكرية. نحن بنسمي القدم السكرية شو هي؟ هي أي مشكلة بتصير بالقدم عند مريض السكري بنسميها قدم سكرية، سواء كان بشكل أوسع هي اعتلال الأعصاب السكري من بداياته إلى تشكل القرحة السكرية، أو ممكن يكون سببه اعتلال أوعية سكري نتيجة تضيق الأوعية اللي بيصير عادة عند مريض السكري. طيب دكتور، ودائما نسمع انه مريض السكري بحذروا انه ما ينجرح او ما ينرض لانه هو رح يطول ليختم جرحه او ممكن ما يختم ببعض الاوقات. ذكرت اعراض القدم السكري، اليوم نسمع حالات كثير انه تم قطع اصبع الابهام، بعض الاصابع كرمال ما ينتشر بيؤدي للغرغرينه مثل ما بنقول بالعاميه. بالضبط، هو الفكره هي التاخير بالعلاج. يعني نحن مثل ما قلت هلا قبل شوي، نحن عادة المريض بيحس بالألم، الإنسان العادي بيحس بالألم، وقت بتنرض رجله أو بس هون ما في شعور بالألم. هون يعني ما في عندي شعور بالألم، صح. فبيتفاقم هذا الالتهاب، بيوصل لمراحل أحيانا بنضطر إنه نبتر الجزء المصاب لحتى ما ينتشر الإنتان للمناطق الثانية. كمان في عندي بمرض السكري ضعف بالمناعة، نحن ما بدنا نحط كل شيء على قتيل على الأعصاب السكري. كمان في عندي ضعف بمناعة هذا المريض، هذا المريض السكري المزمن المدنف اللي ما عم يضبط سكره، اللي عنده اعتلال أعصاب سكري، عنده ضعف بمناعة جسمه، فالإنتان تبعه مو مثل الإنتان اللي بيصير عند الإنسان العادي. يعني كلياتنا بتنجرح إيدنا، بتنجرح رجلنا، منعقم هذا الجرح، من رأبه يومين ثلاثة، الألم يلي بيرافق الجرح بيخلينا ندير بالنا على هذا الجرح، بيطيب هذا الجرح خلال أسبوع زمان، ثلاث أربعة أيام أسبوع زمان بيطيب هذا الجرح. المشكلة عند مريض السكري الوضع مختلف كليا، في عندي ضعف مناعة، في عندي ضعف بترميم هذا الجرح، في عندي ضعف بارتكاس الجسم نحو هذا الجرح أو الرضي اللي صار. ففوق انه المريض عنده اعتلال اعصاب او اعتلال اوعيه تضعف الالم، كمان في عندي ضعف بالاستجابه الالتهابيه لهذا المرض، لهذا الجرح. فجرح مريض السكري كمان هي منبه عليها دائما، لا تتخيل انه انا اذا صار عندي جرح برجلي او رض برجلي انه هذا حيطيب خلال اسبوع، هذا بده متابعه ومتابعه دقيقه، ممكن يضل اشهر لحتى يطيب هذا الجرح السكري يلي بنسميه القرحه السكريه. تمام دكتور، قبل ما نوصل لمرحله بتر القدم، كيف ممكن اليوم نحن نسيطر على هي الحاله، على تطور هي الحاله المرضيه؟ هي المراقبه الذاتيه. يعني نحن حجر الاساس بهذا الموضوع هو ارتفاع سكر الدم المزمن مبدئيا. فارتفاع سكر الدم المزمن هو اللي بيسبب المشاكل كلها. أنا المفروض أني دائما أحط السكر تبعي ضمن الحدود الطبيعية، اللي هي عادة حوالي 100 على الريق وأقل من 140 بعد الطعام. نعم. هالحدود أرقام سكر الدم الطبيعية تعني أنه أنا صار جسمي طبيعي، أنا بحط جسمي بوضع طبيعي. فضبط السكر هو الأساس في المرحلة الأولى. يعني أنا لحتى ما أصل لمرحلة القدم السكرية لازم أحمي نفسي من ارتفاعات سكر الدم. حماية من ارتفاع سكر الدم تتطلب علاج جيد، تتطلب مراقبة جيدة. يعني أنا لا يكفي أني أنا أروح لعند الطبيب ويقول لي الطبيب خذ الوصفة الفلانية سواء أنسولين أو خافضات سكر فموية وخلص أنا آمن فيها وأخذ الدواء بدون ما أراقب سكر الدم. لازم أخذ العلاج الجيد، وعندنا كثير علاجات جيده. ثانيا لازم اراقب سكر الدم بشكل مستمر لحتى اتاكد تمام انه ارقام السكر ما عم ترتفع عن الحد الطبيعي. بعد مرحله، بعد ما انا اتاكد تمام انه انا ضابط السكر بشكل جيد، حامي جسمي من ارتفاع سكر الدم، انا كيف ما بوصل لمرحله القدم السكريه؟ بالاعتناء بالقدم. يعني نحن دائما بنقول له لمريض السكري اللي صار معه اعتلال اعصاب سكري، عنده ارتفاع مزمن، السكري عمره طويل، عنده صار أكثر من 10 سنوات 15 سنة سكري، بنقول له أنت قد تكون دخلت بمرحلة اعتلال الأعصاب السكري، فأنت لازم تقي نفسك من ارتفاع سكر الدم وتقي القدم. كيف بدك تقي القدم؟ بدك مراقبة ذاتية للقدم. يعني كل يوم الصبح مفروض يفيق الصبح يغسل رجليه، ينشفهم إذا ما فيهم جرح، ينتبه أنه أنا هل خلال الليل أو خلال النهار الماضي تعرضت لردود للقدم، تعرضت لمشكلة بالقدم، في تغير باللون، إصبعي لونه أزرق صار، آكل رضة وأنا مالي منتبه،
في شيء جرح برجلي وانا مالي منتبه، هل المبادئ الاساسيه او هالخطوات الاساسيه يلي بيقوم فيها المريض كثير 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 بتحميه من الوصول للقدم السكريه، لانه المعالجه بالايام الاولى ذات فائده كبيره كثير، وقت بتاخر المريض لاسبوع او 10 ايام لحتى يبلش ياخذ علاج بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، بيكون وصل لمرحله الاختلاطات ووصل لمرحله انه ما في منها رجعه، وللاسف كثير من الاحيان بنضطر انه نبتر طرف او نبتر جزء من القدم. طيب دكتور، اليوم ايمت او شو هي الحاله لوين بتكون واصله بالمستوى بموضوع الحاله السكريه، وقت اللي بيضطر الدكتور اليوم يروح للانسولين ولا ابر الانسولين للشخص؟ هلا هو عدم ضبط السكر، هلا حكينا انه نحن بدنا نتابع ضبط السكر. عند النمط الاول ما في عندي الى التاريخ الان غير الانسولين كعلاج لمرضى السكر. النمط الاول، النمط الاول هو علاجه الانسولين والانسولين فقط، ما في له علاج غير الانسولين. صحيح تطورت وسائل اعطاء الانسولين، تطورت وسائل المراقبه، صار في عندي انسولينات حديثه تعاملها بالجسم او حركياتها بالجسم توافق تقريبا الانسولين الطبيعي، تعادل الحياه الطبيعيه للانسان. صار في عندي وسائل لاعطاء الانسولين، صار في مضخات انسولين، صار في متابعه بالانسولين، صارت حياه الطفل او المريض السكري نمط اول اقرب ما تكون للطبيعي. هذا كثير 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 بيحميه من الاختلاطات بالمستقبل. يعني نحن لا نهمل المريض في مرحله العلاج، نحن لازم نتابع المريض بمرحله العلاج ومرحله المتابعه المراقبه لحتى ما نصل لاختلاطات السكري. النمط الثاني كمان عندي متابعه السكر كثير كثير مهمه لحتى ما نوصل لاختلاطات المرض، والمتابعه هي الاساس، يعني هي مراقبه سكر الدم الذاتيه هي الاساس بالعلاج. اليوم دكتور في مضاعفات عديده لمرض السكري، خبرنا ايمت ممكن يكون هذا المرض هو فعلا خطير على صحه الانسان، شو هي الاشارات؟ دائما المرض السكري خطير. يعني انا ما عندي مرض سكري خطير ومرض سكري مو خطير. الارتفاع البسيط بسكر الدم لازم اخذه بعين الاعتبار. نحن كثير بنشوف من المرضى بيقول لك انا سكري 200 مو كثير عالي ما بياثر. كل سكر دم فوق الرقم الطبيعي هو مرض سكري، هو مرض خطير رح يؤدي لاختلاطات. انا لازم اتابع المرض ووصله للحدود العلاجيه، للارقام العلاجيه اللي انا بسعى لها، ما استنى انه والله انا سكري ما وصل لل 500 معناته انا سكري مو خطير. انا سكري ما بيطلع فوق ال 200 انا سكري مو خطير. حتى لو كان 200 هو رقم خطير، اي رقم فوق الطبيعي انا لازم ما اهمله، هو رقم خطير ويؤدي الى الاختلاطات. ما في علاقه بين ارتفاع رقم السكر، شده الارتفاع، علاقه مباشره بين شده الارتفاع وشو رح يصير عند هذا المريض من اختلاطات. مجرد ما ارتفع سكر الدم فهو مؤهل لهي الاختلاطات. طيب دكتور، اليوم ذكرنا نقطة ببداية حديثنا انه الظروف العامة، التعصيب، الستريس، وخاصة بهذا الوضع هلا اليوم، انه اليوم الناس بجوز بلحظة يرتفع عندها السكري، هل اليوم التعصيب وقت اللي بيكون سبب ارتفاع السكري، خلينا نقول أزمة نفسية، صدمة، أي شيء، هو حالة عرضية أو لا بداية مؤشر؟ هذا وارد جدا. يعني نحن مثل ما احنا شايفين في أزمات عم تمر، أزمات اقتصادية، أزمات أمن، هذا الشيء أثر كثير على المرضى. نحن ما بنقول إنه هذا السبب المباشر، في سبب مؤهب. يعني أنا عادة المريض هذا عنده ما يؤهبه لإحداث السكري، في عنده قصة وراثية، في عنده قصة عائلية، أبوه وأمه وأخواته كلهم معهم سكري، أخواله وعمامه معهم سكري، هذا المريض مؤهب لإحداث السكري. بنقول له نحن لهذا المريض دير بالك لا تتعرض للستريس بشكل دائم، او حاول ما تتعرض، ما في انسان ما بيتعرض للستريس، انت حاول انك انت ما تتعرض للستريس بشكل دائم، واقي حالك من ارتفاعات سكر الدم، وراقب السكر كل فتره وفتره. يعني ما ممكن تكون حاله عرضيه، ممكن تكون مؤشر، ممكن تكون مؤشر لاحداث سكر الدم. اي انسان خلال الستريس بيتعرض لارتفاعات سكر الدم فهو انسان مؤهب بالمستقبل انه يصير عنده داء سكري. تمام، هلا نحن بنعرف انه الغذاء بيلعب دور بشكل كثير كبير اليوم بالعلاج مرضى السكري، خبرنا عن اهميه النظام الغذائي والنمط الغذائي اليوم لمرضى السكري، قد ايه ممكن يلعب فعلا دور بمضاعفه الحاله او لا الحد من الحاله؟ نحن مثل ما قلنا اول انه السكري بيدخل بجميع نواحي الحياه،
والتغذية هي أهم من أهم نواحي الحياة، يعني الطعام هو بحد ذاته متعة عند كثير من الناس. فالسكري حد علاجاته هو العلاج بالتغذية، يعني نحن لا نهمل أبدا دور النظام الغذائي. نحن ما بنسميه حمية، الحمية تعني الحرمان، أنا بدي أحميك من الشغلة الفلانية، نحن بنسميه نظام غذائي. النظام الغذائي هو أحد علاجات السكري. علاج السكري يرتكز على وجود نظام غذائي جيد، والنظام الغذائي السكري لا يعني الحرمان. يعني أنا كثير بأكد على هالنقطة، هي إنه بفكر مريض السكري إني أنا عم عاقبه إذا قلت له أنا التزم بنظام غذائي معين. هذا مو عقاب، هذا أحد وسائل العلاج اللي أنا بدي أتبعها. أنا مثل ما بوصف لك الأنسولين، بوصف لك الخافضات الفموية، بوصف لك الدواء الفلاني، كمان أنا مفروض أوصف لك نمط غذائي معين. لا يعني ابدا اني انا عم بحرمك من الاكل، انا ممكن يكون كافه انواع الاكل الاطعمه موجوده ضمن هذا النظام الغذائي، ولكن بقدر معين او بتوقيت معين. يعني نحن بنقول مثلا النمط الاول، نحن بنقول هذا ما له حميه محدده، ممكن ياكل اي شيء ولكن مو باي وقت. نحن في عندنا ذروات للانسولين، في عندنا اوقات محدده بيقدر الطفل يشبع رغباته الطعاميه بالاطعمه اللي هو بيحبها بهالاوقات اللي هو بيختارها. اكيد بالختام معلومات ونصائح طبيه كثير مهمه، بدنا نشكرك كثير. كنت معنا الدكتور بلال حماد، اختصاصي غدد صماء وسكري ورئيس الجمعيه السوريه لرعايه السكريين. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا. شكرا دكتور لحضورك، وان شاء الله هيك يا رب الصحه والسلامه لجميع الناس. وبعد شوي هيك عن حالات التعصيب والستريس، يعني هي يمكن العامل الاهم حاليا بهي الحاله.